أهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر. أين وصلت قوات النظام في محاولات التقدم البري بريف حماة الشمالي؟ وما هي آخر خسائر المدنيين نتيجة القصف والتصعيد العسكري؟ وأيضا في حلقة اليوم مظاهرات جديدة شرق الفرات، فما هي مطالب المدنيين وما الذي يدفعهم للنزول إلى الشارع؟ سيطرت قوات النظام على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي بعد معارك مع الفصائل المقاتلة وتمهيد مكثف من الطيران الحربي والقصف الصاروخي والمدفعي. المزيد في التقرير التالي. الشمال السوري محط أنظار الجميع في الوقت الحالي في ظل تطورات جديدة غيرت من خارطة السيطرة على المنطقة. قوات النظام وبدعم جوي وبري روسي وبعد حملة قصف مكثفة امتدت لأيام سيطرت على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي. الصور الواردة من هناك شاهدة على ضراوة المعارك التي تشبه إلى حد كبير الحروب العالمية، شهدتها بلدة صغيرة صب عليها كل أحقاد النظام وميليشياته لتسقط بين براثنه. كفرنبودة تعتبر بوابة المناطق المحررة التي يسيطر عليها الثوار في الشمال، وهي منطقة حدودية مع الريف الجنوبي لإدلب وخط الدفاع الأول عنها. تحتل المنطقة التي تحاول قوات الأسد التوغل فيها أهمية استراتيجية باعتبارها صلة الوصل بين الريف الشمالي لحماة ومنطقة سهل الغاب في الريف الغربي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف برر هجمات نظام الأسد واستهدافه المدنيين والمراكز الحيوية في إدلب وحماة بالرد على من وصفهم بالإرهابيين الذين قال إنهم استهدفوا قاعدة حميميم الروسية. التطورات الحالية تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الطائرات الروسية ومروحيات نظام الأسد بقصف مناطق الريف الجنوبي لإدلب وصولا إلى ريفي حماة الشمالي والغربي وسط حالة نزوح كبيرة للأهالي. لتفاصيل أكثر معنا مراسل حلب اليوم أحمد الشمالي من الشمال السوري. يعني أحمد، كيف تمت السيطرة على بلدة كفرنبودة وما طبيعة المعارك التي دارت في المنطقة؟ نعم، على حقيقة السيطرة على كفرنبودة جاءت بعد يعني سياسة أرض محروقة تبع النظام السوري وحليفته روسيا. عشرات الغارات من الطيران الحربي والرجيمات الصاروخية صبت على هذه القرية. القصف لم يقتصر قرية كفرنبودة بل طال أيضا أغلب مناطق حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، في يعني في سياسة لقطع طرق الإمداد عن القرية، كما تم تدمير أغلب المشافي الطبية التي كان يعتمد عليها الأهالي والثوار على حد سواء في الحصول يعني على الطبابة جراء الإصابات الكثيرة التي كانت تحصل. النظام بعد حوالي 10 أيام إلى أكثر من القصف العنيف تقدم باتجاه تل عثمان عن طريق قرية الجنابرة، وباتت كفرنبودة يعني ساقطة ناريا بحكم إشراف التل عليها. استمرت المعارك داخلها حوالي اليومين بين كر وفر، تمكنت في النهاية قوات النظام من فرض سيطرتها عليها ولكن بعد خسائر فادحة منيت بها حقيقة. طيب أحمد، يعني كفرنبودة تقع بالريف حماة الشمالي ولكن بريف حماة الغربي يعني وردنا أنباء منذ قليل عن سيطرة قوات النظام على مدينة قلعة المضيق وقريتي الكركات وتل هواش، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم، بالفعل اليوم صباحا سقطت قلعة قرية المضيق بيد قوات النظام وتوغلت بعد قوات النظام باتجاه الكركات وتل هواش شمال قرية المضيق، وتحاول التوغل باتجاه
سهل الغاب حقيقه. يعني المعارك كانت هناك خجوله، ربما لان كفر نبوذه كانت تعتبر خط الدفاع الاول، وبسقوطها بات الطريق مفتوح لقوات النظام السيطره على هذه القرى. حقيقه حتى الان 5 قرى خرجت عن سيطره فصائل المعارضه، كما اسلفت قلعه المضيق، تل هواش، الكركات، والتويني، والمستريحه ايضا سقطت بيد قوات النظام بعد سلسله قصف ومعارك هنا. طيب بشكل عام كيف يبدو الوضع على الأرض عقب سيطرة النظام على كل من المدن التي ذكرتها؟ على يبدو أن قوات النظام لا تكتفي بالسيطرة على المدن اليوم التي سيطرت عليها، إنما هناك خطة للاستمرار والسيطرة على مناطق أخرى. قوات النظام كلما سيطرت على المنطقة تمهد ناريا بالقرى المحيطة يعني بجوار هذه القرية، وتحاول التقدم. على ما يبدو كما أسلفت، خطة النظام لا تقف عند قلعة المضيق أو كفر نبوذة، هناك خطة في التقدم بعمق سهل الغاب والسيطرة على مناطق أوسع، وتحاول قوات النظام اقتضام ما استطاعت من هذه القرى والمدن. لا نعرف يعني مدى طموح قوات النظام بهذه المنطقة، إلى أين ستصل، ما هو المخطط من وراء هذه العملية العسكرية. حقيقة يعني الوضع على الأرض بات صعبا بالنسبة للمدنيين، عشرات القرى والمدن خالية من السكان، حملة تهجير واسعة باتجاه الحدود لهذه القرى. طبعا الوضع سآتي على ذكر وضع المدنيين، ولكن هل لديك أي معلومات حول خسائر قوات النظام على الأرض خلال المعارك الأخيرة؟ خسائر قوات النظام تركزت بمعاركها الأولى في الجنابرة وتل عثمان وكفر نبوذة. 3 دبابات لقوات النظام دمرت فيها دبابة حديثة. أيضا تم فقد الاتصال مع حوالي 3 مجموعات داخل كفر نبوذة. لم يعرف هل هي وقعت أسرى بيد فصائل المعارضة أم تم قتلها، لا ندري. أيضا كان هناك مقتل لحوالي 73 عسكري قوات النظام في معارك تل عثمان. كانت هناك المعارك بين كر وفر، معارك عنيفة استمرت لعدة أيام، تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة عليها، ومن ثم تقدمت قوات النظام من جديد. ولكن خسائر النظام بالعموم يعني كانت كبيرة، واليوم كان تدمير هناك سيارة جيل تحمل 5 عناصر قوات النظام بالقرب من قلعة المضيق بعد سيطرة قوات النظام عليه. نعم. بشكل عام من يتولى القتال على الجبهات؟ ما هي الفصائل حتى التي تشارك بالمعارك؟ بالنسبة للمناطق الحدودية بريف حماة الشمالي والغربي، هناك من يتولى المعارك الجبهة الوطنية للتحرير بقيادة الجيش العزي، يعني يعتبر رأس الحربي في تلك المناطق. ايضا هناك شاركت مجموعات من هيئه تحرير الشام في صد قوات النظام، كان هناك مجموعات لحراس الدين، ولكن بالعموم القوه الضاربه في تلك المناطق هي لجيش العزه ومن ورائه الجبهه الوطنيه للتحرير بفصائلها المختلفه، هي من تسيطر على تلك المنطقه، هي من تصدت في البدايه لحمله النظام على القرى بمسانده من الفصائل التي ذكرتها سابقا، ولكن هي كانت عباره عن مجموعات حسب ما علمنا انها كانت صغيره، ليست بتلك يعني المجموعات القوية التي بإمكانها المؤازرة. نعم. نعم. طيب أحمد، يعني قبل قليل ذكرت أن هناك محاولات لنظام التقدم نحو مناطق جديدة، ولكن هل لديك أي معلومات عن هذه المناطق تحديدا؟ أو حتى ما الآن الهدف التالي يعني للنظام؟ عفوا إعادة السؤال. أقول ما الهدف التالي للنظام من المناطق التي يحاول التقدم إليها؟ كما ذكرت لك، هدف النظام يعني لا ندري يعني ما طموحه في هذه المنطقة، هل سيكتفي بهذه المناطق، هل سيواصل التقدم، ولكن من خلال يعني نظرتنا العامة لما يفعله النظام بحال سيطرته على القرى، يتم قصف القرى المحيطة في نية للتقدم باتجاه مناطق أخرى، ولكن هدف النظام في هذه المنطقة حتى الآن يعني غير واضح. يعني ولكن عمق سهل الغاب هو المنطقة المنشودة للنظام، التقدم من ذلك البحر هل يعني تقدم النظام باتجاه نقاط المراقبة التركية طيب؟
حقيقة ليس تقدم النظام بشكل مباشر بجانب نقاط المراقبة، إنما بمحاذاتها. اليوم باتت النقطة التركية في إحدى النقاط التركية تبعد عن قوات النظام حوالي 5 كيلومترات. بعد سيطرة قوات النظام على قرية الكركات، لم يعد خط النظر بين هذه القوات والنقاط التركية حوالي سوى 5 كيلومترات. يعني السيطرة، يعني التقدم لا يكون مباشرة باتجاه هذه النقاط، وإنما بمحاذاتها. لا ندري، ربما هو محاولة تجنب الاصطدام مع هذه النقاط من قوى النظام أو حليفته روسيا. نعم، نعم. طيب يعني ختاما، لو تذكر لنا أحوال المدنيين هناك والمهجرين، إلى أين يتجهون وما إلى ذلك؟ حقيقة وضع المهجرين صعب والغاية، يعني حوالي أكثر من 10 أيام من القصف المتواصل. يعني آلاف المدنيين موجودون في الخليج مدى أطمي وباتجاه مناطق غصن الزيتون. يعني عشرات العائلات كما شاهدنا تفترش حقول الزيتون على الحدود بين مناطق هي تحرير الشام ومنطقة غصن الزيتون، في محاولة منها للدخول باتجاه هذه المناطق. التدقيق يكون شديد عليها مناطق غصن الزيتون، خوف يعني كمية أن يكون هناك عناصر إرهابية كما يدعي الجيش الوطني هناك. ولكن التجمع القائم للنازحين هو المناطق الحدودية بشكل، نعم يعني آلاف سيارات، آلاف المدنيين نزحت من نعم تلك المنطقة ويعيشون أوضاع معيشية صعبة هناك. يعني كنت تعرف أجواء رمضان الآن. أشكرك جزيل الشكر، مراسل قناة حلب اليوم أحمد الشمالي، كنت معنا من الشمال السوري. مشاهدينا، سنبقى في ذات المحور. تقرير حقوقي يوثق جرائم حرب في التصعيد الأخير على الشمال السوري، فما هي أبرز هذه الجرائم؟ سنحاول معرفتها بعد الفاصل، ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. كشف تقرير حقوقي عن استهداف ممنهج للمنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة في الشمال السوري ضمن حملة القصف والتصعيد الذي تعيشه المنطقة. التقرير التالي والتفاصيل. تتواصل حملة النظام على الشمال المحرر، قصف مكثف وتصعيد متواصل، أبرز الضحايا هم المدنيون. الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً وثقت فيه أكثر من 1000 غارة جوية على الشمال، منها نحو 500 نفذتها طائرات النظام ونحو 600 نفذها الطيران الحربي الروسي، بالإضافة للقصف المدفعي والصاروخي. 108 قتلى سقطوا منذ التصعيد، 71 منهم على يد قوات النظام، بينهم 12 طفلا و18 امرأة، و37 قتيلا نتيجة الغارات الروسية، بينهم 14 طفلا و6 نساء. القصف لم يوفر المراكز الصحية، حيث تم الاعتداء على ما لا يقل عن 11 مسجدا و18 منشأة طبية و9 مراكز للدفاع المدني. تقرير الشبكة أكد أن الاستهداف كان ممنهجاً ومدروساً للمشافي ومراكز الإيواء، ما يعتبر جريمة حرب تستوجب العقاب الدولي، إضافة إلى أن قوات النظام وروسيا انتهكا قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، منها عدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. عداد ضحايا التصعيد العسكري في الشمال لا يتوقف ولا يعرف شهرا فضيلا من غيره، حيث قتل يوم أمس 14 مدنيا بالقصف على مدن وبلدات ريف إدلب، بينهم امرأتان وطفل. كل ذلك عدا عن موجة النزوح التي شردت آلاف العائلات التي لا تجد لها سقفا سوى السماء ولا فراشا سوى الأرض. معنا الأستاذ عاصي حلاق، عضو المكتب التنفيذي لتجمع المحامين السوريين الأحرار من مدينة غازي عنتاب. أرحب بك أستاذ. يعني كما تابعنا، أشار تقرير إلى انتهاكات واسعة في القصف على الشمال، ما هو التوصيف القانوني لهذا؟ حياكم الله، السلام عليكم. أهلا بك. أحييكم وأحيي السادة المشاهدين لتلفزيون حلب اليوم.
الحقيقة نعم، كما أشار التقرير، الهجمات مركزة على المدنيين، على المباني السكنية، على المدن، على التجمعات السكنية والمشافي ودور العبادة. وهذا الهجوم المباشر والقصف يمثل انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949. فقد نصت الفقرة 4 من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادرة في روما عام 1998 على أن إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات دون ضرورة عسكرية تبرر ذلك يعد مخالفة للقانون بطريقة عابثة. هذا التعبير بالضبط جاء في الفقرة. كما نصت الفقرة الأولى على أن تعمد توجيه الهجمات إلى السكان المدنيين أو أي أفراد لا يشاركون مباشرة بالأعمال الحربية تعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان. كما نصت الفقرة الثانية أيضا على تعمد توجيه هجمات إلى مواقع مدنية، أي كافة المواقع التي لا تشكل أهداف عسكرية، يعتبر هذا انتهاكا خطيرا ويصنف تحت مسمى جرائم الحرب. أيضا الفقرة الرابعة من نفس المادة تنص بالحرف الواحد أن تعمد شن هجوم مع علم المهاجم بأن هذا العمل سوف يسفر عن خسائر في الأرواح أو ضحايا من المدنيين أو ضرر واسع النطاق وطويل الأجل ومهدد للبيئة بالقياس إلى المكاسب العسكرية المتوقعة، يعتبر أيضا جريمة حرب. أيضا الفقرة الخامسة إذا سمحت لي، إن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المباني التي لا تكون أهداف عسكرية بأي وسيلة كانت هي انتهاكا يرقى إلى جرائم حتى لو كان الحرب. النظام يعني يقول أنه يهاجم الإرهابيين وبؤر الإرهاب وما إلى ذلك، على اعتبار يعني أن الشمال المحرر هو بالنسبة للنظام يعني يسكنه الإرهابيين وعائلاتهم، يعني هو لا يفرق أنه هؤلاء مدنيين هؤلاء مقاتلين. يا سيدتي، رواية النظام مع روسيا دائما هي منذ بداية الثورة، يعني في الـ6 أشهر الأولى ظهر الناس بصدورهم العارية يقولون نريد حرية، نريد تغيير، نريد ديمقراطية وكرامة، فأجابهم بالرصاص، وكان يطلق الرصاص إلى الرأس مباشرة ويقول هناك إرهابيين وجماعات مسلحة ومندسين وما شابه. هو يستخدم هذه الرواية الأسطوانة المشروخة دائما ويقول إن هناك إرهابيين وأنا أستهدف الإرهابيين. أين الإرهابيين في المشافي؟ أين الإرهابيين في المساجد؟ أين الإرهابيين في المدارس وفي الأفران؟ أنت تعلمين أنه قصف عدة مرات أفران يجتمع عليها الناس من أجل رغيف الخبز. نظام لا عهد له ولا ذمة ولا ميثاق. تفضلتم في التقرير أنه لا حرمة لشهر رمضان، هو لا يحارب فقط الإنسان، يحارب الله النظام مع حلفائه المجرمين الروس والإيرانيين. ربما يعني الموضوع يعني لا يهم رمضان من عدم رمضان بشكل عام. أستاذ عاصي، يعني ماذا عن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا التي تم إنشاؤها عام 2016؟ سيدتي، الآلية الدولية هي نعم هيئة شكلت بأواخر عام 2016، أصدرت قرارها الجمعية العامة بالقرار 71 على 248، وهي آلية محايدة مستقلة للمساعدة بالتحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أشد خطورة بموجب القانون الدولي والمرتكبة تحديدا في سوريا منذ آذار 2011. طبعا هذه الآلية تساعد في التحقيق، في التوثيق، في توثيق الشهود والشهادات عن الجرائم، تعمل ملفات، تحرر ملفات، تحفظها بسرية تامة لتشاركها مع المحاكم فيما لو تمت المحاكم مستقبلا، يعني تقدم لها المادة التي تثبت ارتكاب الجرائم. مهم أن تقوم بهذا الفعل هذه الآلية لو حقيقة المجتمع الدولي كان جادا في ملاحقة المجرمين وخاصة القيادات في النظام السوري المجرم الذي لم يتورع عن ارتكاب كل الموبقات في حق شعبنا السوري طب إذا المظلوم لم يكن الآن. هناك جدية من المجتمع الدولي في محاكمة نظام الأسد، ما الذي يمكن فعله لإيقاف الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين؟ في كل معركة يبدأ النظام يعني بتغطية روسية كبيرة.
نعم، نحن نطلب وإياكم ونضم صوتنا إلى صوتكم أن يتحرك المجتمع الدولي المتفرج النائم عن ما يفعله النظام منذ 8 سنوات بحق شعبنا السوري، بحق الأطفال والنساء طب على وكبار الأرض ما السن. الذي يمكن فعله؟ يعني أين الإجراءات العملية التي تلاحق المجرمين الكبار لكي يرتدع المجرمين الصغار؟ يعني لم نجد المجتمع الدولي يتصرف أي تصرف جدي لإيقاف هذه المهزلة الإجرامية وحمام الدم في سوريا. نريد إجراءات عملية لملاحقة وتوقيف المجرمين الكبار الذين يعطون الأوامر للجنود بإطلاق النار والقصف وإلقاء البراميل المتفجرة حتى يستخدموا الأسلحة المحرمة دوليا. كل هذه جرائم حرب. نحن نسأل هنا أين القانون؟ القانون الدولي نبقى 3 أيام نعدد في مواد القانون الدولي والقانون جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ولا ننتهي، ولكن لم نرى الإجراءات العملية الرادعة التي تساعد شعبنا السوري وخاصة في المحنة هذا الوقت في الشمال السوري. طيب، وفقا لخبرتك أستاذ، ما سبب الضغط على المدنيين واستهدافهم بشكل مستمر في العمليات العسكرية للنظام؟ سيدتي، المدنيين هم دائما الحلقة الأضعف. يعني المدنيين هم عبارة عن أطفال ونساء وعجائز ومرضى ومقعدين لا حول لهم ولا قوة، يسقط في يدهم دائما، يخافون ويرتعبون، ثم لا يكون لهم أي عمل، فقط ينزحون على المناطق من منطقة إلى منطقة. ونحن هنا نسأل المجتمع الدولي الذي جاء بهم على أعين الأمم المتحدة، عندما جاءوا بهم من كل المناطق إلى إدلب بالباصات الخضراء، أين هو المجتمع الدولي الآن؟ نريد أن نسأل أين هو المجتمع الدولي الآن؟ لم يحمي هؤلاء 4 مليون مواطن مدني الآن في هذه المنطقة التي تقصف بشكل همجي وعشوائي وبربري ولا إنساني ولا أخلاقي. يستخدمون القوة المفرطة ضد ناس مدنيين لا حول لهم ولا قوة. نقول هم حلقة أضعف، يريد النظام استهدافهم بشكل مباشر من أجل تفريغ المنطقة ليطبق سياسة الأرض المحروقة. طب هذه الأرض المحروقة، يعني طبعا يعني الجميع لاحظها، استخدام روسيا والنظام في العمليات العسكرية في جميع الجبهات تقريبا، ألا تعتبر من جرائم الحرب تحديدا سياسة الأرض المحروقة؟ أستاذتي، الحقيقة كل تصرفات النظام مع داعميه الروس والإيرانيين وسكوت المجتمع الدولي المريب، يتحدث الآن الناس عن صفقات دولية تتم في الخفاء وتطبق على الأرض يدفع ثمنها المدنيين، أرواحهم، دماءهم، ممتلكاتهم، قرى كاملة دمرت، أحياء كاملة. استخدم الروس 360 نوع من الصواريخ المدمرة، يفتخرون يقولون نحن نفعل دعاية لأسلحتنا وفاعليتها في قتل الإرهابيين. أي إرهابيين وهم أساس والإرهاب، أس الإرهاب. أكدت كافة المواثيق يا سيدتي والأعراف الدولية والقوانين الدولية على حماية المدنيين في مختلف الظروف وخاصة في النزاعات المسلحة. لذلك لا يجب المساس بأرواح المدنيين. مهما كانت الدوافع، يجب الحفاظ على أرواح المدنيين من أي مساس أو أي خطر أو تجويع أو حصار أو استهداف. نعم طبعا، مباشر في القتل. نأمل يعني أن يحفظ الله جميع أهلنا في الشمال السوري وجميع المناطق التي تتعرض لانتهاكات بشكل يومي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عاصي حلاق، عضو المكتب التنفيذي لتجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا من مدينة غازي عنتاب. مشاهدينا، في ملفنا التالي، مظاهرات مستمرة في دير الزور، ما هي أهدافها وما الذي يدفع الناس للخروج إلى الشارع؟ ابقوا معنا.